شفت زي كمان ماتش الأهلي وأسوان، وكمان يعني في خوف من حالة التدوير اللي حاصلة دي. بص الاول على الشامبيونز ليج النهارده، الناس ممكن نقول للناس ان هم يتفرجوا على ماتش قوي، يعني لايبزيج ومانشستر سيتي ماتش قوي قوي. الناس فاكره ان مانشستر سيتي عشان هالاند ومحرز وجوارديولا، يعني ماتش ده لا، اللي بيتفرج على لايبزيج في الدوري الالماني ماتش كبير قوي، لايبزيج فريق يأذي مانشستر سيتي. وانت ميجان في ماتش متكافئ جدا، فالماتشين بتوع النهارده هيكون متهيألي فيهم ندية أو تكافؤ شوية أكتر من الماتشين بتوع امبارح، سواء ريال مدريد وليفربول. الماتش اتفتح فجأة ريال مدريد، والماتش الثاني بتاع نابولي اللي خلصه بسرعة مع فرانك. لو رحنا للدوري بتاعنا بقى والنادي الأهلي، الناس ما كانت متخوفة من الروتيشن بتاعنا، بس كولر امبارح في المؤتمر الصحفي فهمنا هو ليه عمل كده. اللعيبة هتجهد، أحلى 11 لعيب بتوعي لازم أعمل روتيشن، لأن كمان متهيألي النادي الأهلي عنده الماتش الأهم ليه، مش هيكون ماتش اسوان امبارح، لا كان يقدر يلم الدنيا في الدوري، انما ماتش سان داون مفيش فرصه ثانيه فاهم اللي تعادل تمام، ولازم يكسب سان داون، ولازم يعمل ماتش حلو ده سان داون، فكان مهم عنده يعمل روتيشن امبارح. يمكن علشان الثلاث هزايم اللي كانت ورا بعض للنادي الاهلي كانت يعني عامله حاله من القلق، هل هيكسب ولا مش هيكسب، لكن يعني الفوز اللي حصل امبارح ده هل بمثابه اعاده الثقه في الماتشات اللي جايه، ولا لسه في كلام برضو رايح جاي؟ لا مع طبعا الاصابات طبعا ومع الغيابات. انت محتاجه في اي فتره بيحصل فيها فتره اسمها فتره غياب للانتصار او الثقه، ماتش 2 3 دي فتره فراغ بتحصل لاي فريق كبير، انت بتحتاجي مكسب عشان ترجع تاني والجمهور يثق فيكي تاني، فده اللي كان محتاجه امبارح الاهلي. اه محتاجه، بس محتاج اكتر يكون واقف على رجله بدنيا قدام سان داونز. الاصابات ما بتاثرش على الفرق الكبيره قوي بالتالي، او انا بشوف كده. والاهلي امبارح ورانا ان عنده قايمه لعمق التشكيله، في ناس الاكتيفيين الاحتياطيين، اي حد مصاب عندي حد يعوضه. اه رجع الثقه امبارح، بس كان مهم عنده اكثر انه يكسب ويرجع الثقه دي من غير ما يحرق اللعيبه بدنيا او يستنزف. فبالتالي الاهلي كان مهم عنده قوي يخلص الماتش بدري اللي هو عمله ورجع الشوط الاول يخلص. طيب هل عندك معلومات عن اصابه كهربا، او هل هيقدر هيشارك في الماتش اللي جاي ولا لا؟ دايما الفرق الكبيره تاخد داخلي معلومه كامله من المانجر بتاعه لو طلع يتكلم عن كده. امبارح المانجر او كولر ما اتكلمش في الموضوع. فريق ما نعرفش الا سان داونز اللي خرج عامل ازاي. دايما الفريق الكبير امبارح توني كروس مثلا سير عشان نرجع حتى اجواء الشامبيونز ليج. امبارح كل الناس قالت توني كروس مصاب. لقيناه بيلعب في اخر 10 دقائق، نزل الماتش بيجهزه الشوط عادي. يعني الناس كلها كانت متوقعه ان هو هيبقى بطل السكواد اصلا. لان الفرق الكبيره انا بجهز لحد اخر لحظه، عارف امتى هنزل اللعيب بتاعي، ممكن اللعيب بتاعي يكون كريم اصلا وانا اشوف انه بدنيا مش هحرقه دلوقتي. لحد يوم اعلان القائمه بتاعت سان داونز هنشوف ساعتها جماهير الاهلي تعرف ساعتها المصابين. طيب خليني اعرف رايك في اداء خالد عبد الفتاح ومروان عطيه، وهل فعلا بنفس مستوى الاهلي ولا لا؟ اداء مبشر جدا، بيتهيألي حتى امبارح كان الكلام على السوشيال ميديا او الناس اللي كانت متابعه الماتش، او اي حد اتفرج شويه على الشوط الاولاني بالذات هيلاقي ان مروان بالذات كان لا لعيب كويس. وخالد لعيب كويس على الجبهه اليمين. بص يا جماعه، اللعيبه اصلا اللي بيخشوا هجوم الاهلي والزمالك لو الفريق واقف على رجله هيبانوا في احسن شكل ليهم لو هم عندهم امكانيات، واللعيبه دي اصلا عندها امكانيات قبل ما تروح نادي، سواء خالد مع سموحه او مروان مع الاتحاد، هم لعيبه بانت قوي، بانت انديتهم. فلما تروح في منظومه زي الاهلي فريق تقيل بيعمل ماتش كبير، هتشوف المميزات بتاعته قدام في الملعب اكتر، لان انا بديله اريحيه، انا فريق كبير شخصيه كبيره، اللعيبه اللي حواليا قويه جدا. فامبارح مروان متهيألي بان يعني اكتر من خالد، مروان بان بشكل كويس قوي، هو بول كارير كويس اللي بيلعب بيروح بالكوره كتير وعنده قرار وعنده شخصيه في الملعب، متهيألي لعيب مميز جدا. طيب خلينا نتكلم على اخر سؤال، اخر توقعاتك لمباراه منتخب مصر للشباب النهارده مع نيجيريا في بطوله امم افريقيا للشباب. بص يعني انا توقعات قد ما هي امنيات، ما شفناش حاجه فني قوي الماتش الاولاني عشان نتكلم عليها، فما ينفعش نقول توقعات مثلا. حتى نيجيريا ما بانش شغلها قوي في الملعب، بس خلينا نقول ان هي امنيات وطموحات، يعني الجيل ده لازم يفهم ان هو كل مكسب بيعمله وبالذات على ارض بلده، يعني هو بيت التاريخ. فالرجاله دي انا واثق فيهم جدا، الرجاله تقدر النهارده جدا، ومحتاجين يعملوا ده، هم عندهم يعني عندهم يقدروا يكسبوا، ومحتاجين يعملوا ده جدا، لان ماتش السنغال هيكون ماتش صعب، وما ينفعش يكون البطوله على ملعبك ما تبانيش فيها قوي. بس مش عايز الجمهور، يعني خلينا نقول الحاجه الاهم، مش عايز الجمهور يحبط من اول ماتش،
احنا قبل كده منتخب الشباب كسر الدنيا في 2001 الجيل بتاع شويه غريب، وكان في ماتش في القاهره في 7 في الترجيع اللي فات. فالناس ما تحبطش قوي ان احنا تعادلنا مع موزمبيق او ما عملناش ماتش قوي قوي ماتش مفتاح، ممكن تكون ضغوط على الاولاد دول، الناس تدعمهم وممكن النهارده نشوف اداء تاني خالص ويرجعوا مع البطوله زي الارجنتين ريحه البطوله ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للمنتخب، شبابنا كويسين وان شاء الله يحققوا نتائج كويسه. بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد عباس، ومره ثانيه هنرجع لمنى وشاذلي نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لمي.